بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 23 من سلسلة فيديوهات الـ CCNA Routing and Switching 200-120. في هذا الفيديو راح نتكلم عن إعدادات بروتوكول توجيه المعلومة اللي هو الريب كونفيجريشن. في الفيديو السابق احنا تعرفنا على بروتوكول الريب وخصائص بروتوكول الريب، والآن راح نتعرف على كيفية عمل الإعدادات الخاصة ببروتوكول الريب. ننتقل إلى برنامجنا، برنامج الباكيت تريسر، وحنقوم بعمل اللاب التالي. راح نقوم بإنشاء شبكتين، بعد كذا راح نقوم أيضا بإضافة سويتشين، ومن ثم جهازين كمبيوتر. ممكن نبعد فيهم شوي. نقوم بإحضار الكيبل ستريت ثرو كيبل ونربط فيما بين الأجهزة. حتى من خلال الراوترين ممكن نستخدم الفاست ايثرنت 01 في كلا الراوترين. طيب الشبكات اللي حتكون موجودة في الراوترات، راح يكون عندنا الشبكة الأولى اللي هي مثلا نخليها 11.0.0.0.8، والشبكة الثانية راح نخليها 192.168، مثلا نخليها كمان 168.0/24. الشبكة اللي راح تربط فيما بين الراوترين راح نخليها مثلا 500.0.0.0/30. تمام، الآن نبدأ بالإعدادات الاعتياد الأساسية. نذهب إلى الراوتر 1، command lines no enable configuration terminal. بعد كذا راح نكتب اول شيء ندخل على الانترفيسز، نحط الاعدادات الخاصه بالانترفيسز. ندخل على الانترفيس المتصل داخليا اللي هو فاست، الانترفيس فاست ايثرنت 00. راح نقوم بوضع الاي بي ادرس الخاص فيه، اللي راح يكون اي بي ادرس اللي هو 11.0.0.0. اذا حنخليه 11.0.0.1. قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.0.0.0. انتر نو شت داون انتر. راح ندخل، راح نسوي اكزيت وندخل على الانترفيس فاست ايثرنت 01 والمتصل مع الراوتر الاخر، واللي راح يكون عنوان الشبكه فيه هو 500.0.0.0. اذا راح نسميها 500
اول شيء نحط اي بي ادرس 500.001، قناع الشبكة راح يكون 255 255 255 252 انتر. كتبناه يمكن بشكل خاطئ، 500.001 255 255 255. ايش المشكلة؟ والله مشكلة يعني، اذا انا فهمت الشبكات وبغلط غلطة زي كذا، عاد المبتدئين ايش ممكن يسوي يعني؟ ما في عنوان يبدأ ب 500 يعني، اكبر اوكتيت هو 255، تمام؟ الله المستعان. طيب، فراح نقوم بوضع، طبعا اساسا انا يعني زي ما تقولوا يعني زعلان شوي، لان انا هذا الفيديو سجلته قبل كذا واللي حصل ان التسجيل خرب، فاضطريت الان اسجله ثاني مرة عشان كذا ما ركزت يعني، ف يعني كنت زعلان شوي. عموما راح نعي مو كان خمسة، لا راح نخليه اللي هو 192، ونخلي هنا مثلا خليها 192.0030 من باب التغيير. ندخل بعد كذا، احنا كنا وين في الراوتر؟ واحد، راح نكتب اي بي ادرس 192، بعد كذا الصفر 192.0.0.0، قناع عفوا واحد، قناع الشبكة راح يكون 255 255 255 252، انتر. بعد كده نو شت داون، اصبح المنفذ اب. بعد كده راح نسوي اند وكوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. طيب تمام، الان نروح على الراوتر الثاني، نقوم بإعداده نو انيبل كونفيجريشن تيرمينال. راح نكتب اول شيء ندخل على الانترفيس فاست ايثرنت اللي هو المحلي 00، وراح نكتب الاي بي ادرس الخاص فيه اللي هو 192 اي بي ادرس 192.168.168 واحد، قناع الشبكة 255 255 255 0، انتر، نو شت داون. تمام، بعد كذا راح نخرج من اعدادات المنفذ، راح ندخل على المنفذ الثاني اللي هو 192.0.0.0 اللي هو راح يكون انترفيس فاست ايثرنت 01، وراح نكتب بعد كده اي بي ادرس 192.0.0.2 255 255 255 252، نو شت داون. بعد كده راح نخرج من المنفذ، ممكن خلاص نقوم بالحفظ كوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. تمام، طيب ليش ما اشتغل؟ هنا طيب خلينا نتأكد ايش اللي صار. هل انا لما دخلت انترفيس فاست ايثرنت 01 نو شت داون؟ تمام، اها، ايش الغلطة الثانية اللي انا ارتكبتها؟
احنا عندنا هنا راوترين صح، يعني جهازين متشابهين مع بعضهما البعض، تمام. هل ينفع ان انا اربطهم من خلال الستريت ثرو كيبل؟ غلط، المفروض اربطهم من خلال الكروس اوفر كيبل، تمام، بهذه الطريقة. الآن راح يعمل كلا المنفذين. إذا الغلطة اللي كانت موجودة أول واللي ما خلت الراوترين قادرين أنهم يتصلان مع بعضهم البعض، واللي هي نحن ما استخدمنا الكروس أوفر كيبل لأنهما جهازين متشابهين. طيب الآن تمام. الآن خلينا نشوف طبعا قبل ما نشوف جدول التوجيه راح ندخل على كل جهاز كمبيوتر ونقوم بإعداده على الاي بي ادرس الخاص فيه. عندنا هنا راح يكون 11.0.0.2، وعندنا قناع الشبكة 255.0.0.0، والديفولت كتوي راح يكون 11.0.0.1، تمام. عندنا هنا الجهاز الثاني راح يكون العنوان الخاص فيه اللي هو 192.168.168.0.2، وقناع الشبكة 255.255.255.0. الديفولت كتوي راح يكون 192.168.168.1. طب خلينا ناخذ العنوان هذا على نسخة، نسوي بينج عليه. تمام، الاعدادات سليمة وهناك اتصال بينه وبين الديفولت جيتوي. هنا عندي تعديل بسيط اللي هو راح يكون سلاش. تمام، الآن ندخل على كلا الراوترين ونشوف جدول التوجيه. عندنا هنا الراوتر واحد والراوتر صفر. نبدأ بالراوتر واحد، راح نشوف جدول التوجيه اللي هو عن طريق الأمر شو اي بي راوت. فنشوف انه هو بيعرف شبكتين، الشبكة الاولى لانه متصل معهما بشكل مباشر، الشبكة الاولى اللي هي 11.0.0.0، تمام، والشبكة بيعرفها طبعا انه متصل معاه من خلال الفاست ايثرنت 0.0، وعنده ايضا يعرف الشبكة اللي هي 192.0.0.0 متصل معها بشكل مباشر من خلال الفاست ايثرنت 0.1. ما عنده اي علم عن الشبكة 192.168.168.0 والموجودة في الراوتر 0. وبالتالي لما نيجي نعمل مثلا بينج 192.168.168.1، البنك راح يفشل لان الراوتر ما عنده اي معلومة عن هذه الشبكة ولا يعرف ايش المسار المؤدي الى هذه الشبكة. طيب الان راح نفعل بروتوكول الريب على هذه النتورك لكي او على هذا الراوتر وعلى الراوتر الاخر لكي يتبادلن التحديثات فيما بينهما، وكل راوتر يتعرف على الشبكات الموجودة في الراوتر الآخر ويصبح قادر على الوصول إليها والاتصال معها. فهنا راح إعدادات الريب راح ندخل على الكونفيجريشن مود وراح نكتب الأوامر التالية. راح نكتب راوتر ريب بعدين انتر. احنا كده فعلنا الريب على الجهاز وكذلك دخلنا على المستوى الفرعي الخاص ببروتوكول التوجيه الريب. بعد كده راح نحدد الاصدار، فراح نكتب فيرجن 2 الاصدار الثاني. طبعا دائما اختاروا الاصدار الثاني، لا تختاروا الاصدار الاول بسبب وجود المزايا الموجودة في الاصدار الثاني وغير الموجودة في الاصدار الاول واللي تكلمنا عنها في الفيديو السابق. بعد كده نبدأ نعرف الشبكات الموجودة لدينا في داخل الراوتر واحد. لاحظوا هنا في الستاتيك كنا نعرفه على الشبكات الموجودة وين في الراوترات الاخرى، اما مع الديناميك لا، احنا فقط في كل راوتر راح نقوم بتعريف عناوين الشبكة الموجودة على نفس الراوتر واللي نبغاه انه يعلن عنها للشبكات الاخرى الموجودة في ضمن شبكة الريب. فراح نكتب هنا نتورك اللي هي 11.0.0.0 انتر. بعد كده راح نكتب نتورك، عندنا الشبكة الثانية اللي هي 192
صفر صفر صفر، انتر. تمام، بعد كده راح نخرج من هذا المستوى، راح نكتب end، وراح نكتب نحفظ الاعدادات copy run config startup config. تمام. الان راح نقوم بتفعيل الريب على الراوتر صفر، فراح نكتب الامر. اول شيء عشان تبين معايا الشبكات عشان اعلن عنها، راح اكتب الامر show IP route. بعد كذا راح ادخل على configuration mode وراح اكتب الامر router rip. بعد كذا على مستوى الفرع الخاص بالrip راح اولا احدد نوع الاصدار اللي هو الاصدار الثاني. بعد كذا راح ابدا احدد الشبكات اللي راح يعلن عنها هذا الراوتر اللي هو راوتر صفر الى باقي الراوترات الموجوده معه في داخل التي تعمل في داخل بروتوكول التوجيه الريب. عندي الشبكه الاولى راح تكون النتورك، عندي 192 صفر صفر صفر، وعندي الشبكه 192 168 168 صفر. تمام، الآن أخرج من المستوى الخاص المستوى الفرعي الخاص ببروتوكول التوجيه الريب، وعلى مستوى الإنيبل راح أقوم بحفظ الإعدادات كوبي رانينج ستارت أب كونفيج. تمام، تم حفظ الإعدادات. الآن راح أروح على راوتر واحد أشوف جدول التوجيه إيش أخباره. المفروض إنه إيش يصير عندي؟ يصير عندي في الراوتر واحد أو الراوتر صفر عدد ثلاث شبكات، اللي هي الشبكة 11.0.0.0 والشبكة 192.0.0.0 والشبكة 192.168.168.0. ندخل على الراوتر واحد فنكتب الأمر show IP route. شوفوا معايا، عندي ثلاث شبكات اللي هي الشبكة المتصل معها بشكل مباشر 11.0.0.0، واللي بيعرفها عن طريق وجودها بالمنفذ فاست ايثرنت 00. الشبكة الثانية الكونكتد اللي بيعرفها بشكل مباشر واللي هي 192.0.0.0، وبيعرفها من خلال الفاست ايثرنت 01. اما عندنا هنا حرف الار، ملاحظين معايا ايش معنى حرف الار؟ نروح عند الكودز فنشوف ان حرف الار هو اختصار للريب، وبالتالي هذه الشبكة عرفها وتعلمها من خلال بروتوكول الريب. الشبكة اللي هي 192.168.168.0، قيمة الـ CIDR أو عدد الوحايد الخاص بعنوانة الشبكة 24، بيعرفها من خلال الراوتر اللي متصل معاه أو النكست هوب اللي هو 192.0.0.2. تمام، متصل معاه من خلال الفاست ايثرنت 01. طبعا هذه آخر مرة تم إرسال فيها التحديث قبل 3 ثواني لما كتبنا الأمر show IP route. الآن لما أجي أنا مثلا الآن أكتب بينج للشبكة أو للجهاز مثلا 192.168.168.2، لاحظوا معايا البينج نجح. ليه؟ لأن الريب عرفه بهذه الشبكة، وبالتالي أصبح قادر على أنه يبنج عليها وأصبح قادر أنه يتصل عليها. نروح على الراوتر الثاني اللي هو راوتر صفر، ونروح نجرب نحن نعمل بينج على اول شيء خلينا نشوف جدول التوجيه شو اي بي راوت. شوفوا معايا، عنده الشبكة عرفها من بروتوكول الريب اختصارها بحرف الار، وهي 11.0.0.8، موجود يتصل عليها النكست هوب من خلال 192.0.0.1، اخر مضى على التحديث 10 ثواني، الفاست ايثرنت 01 هو المنفذ المتصل مع النكست هوب. الان لو حبينا نسوي مثلا بينج للجهاز اللي هو بينج الجهاز اللي هو هنا اللي هو 11.0.0.2 11.0.0.2، البينج نجح لانه خلاص عرف الشبكة وعرف المسار المؤدي إليها من خلال بروتوكول الريب. طبعا
طبعا لو مثلا انا في الراوتر واحد ما حبيت ان الراوترات الاخرى تعرف عن الشبكة 11.0.0/8، ما حبيت انه يتم الاعلان عنها، فوقتها ما راح اكتبها في داخل المستوى الفرعي الخاص ببروتوكول التوجيه الريب، ما راح اكتبها، وبالتالي ما راح يتم الاعلان عنها في الامر نتورك. لما كتبته راح يتم الاعلان عنها، لكن لو ما كتبته ما راح يتم الاعلان عنها لباقي بروتوكول أو لباقي الراوترات الموجودة في داخل شبكة الريب. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، سعينا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفيديو قد نال على إعجابكم واستحسانكم، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.